كيفاش كتفراني الا خرج تامك شي واحد على غفله كتدخل فيه دابا كيف كتشوف راه شاد الدراسه ولكن هنا راه ما كاينش لي كيليبر يلا سيدي نمشيو حنا كاع لمراكش ولكن ها واحد تيسلا واخا هادي راه كنمشي بها في الشارع عادي واش كتشارجا ولا كدير لي الحليب في الرضاع ايه بسم الله الور دابا غادي نجاوب على الاسئله نبداو باول سؤال درت لهم السكرين ولكن ما سكرينيتهمش كاملين هذا هو المشكل دونك اول سؤال واش كتشبه لوجهك لا حول ولا قوه الا بالله دابا هذا سؤال واش هذا سؤال المهم تقريبا كتشبه لي واحد شويه دوز السؤال الثاني هذيك مولينكس لا هذه اسبيراتور الكتريك شديت الاسبيراتور ديال الوالده وانا نشفرها من الدار وانا نركب ليها رويضه خويا راك ناضي ما شاء الله عليك ما شاء الله كملوا حنا معك تحياتي لك اخي شكرا لك جزيلا اسكانور اسكانور اللي كاين في ناناتسو نو تايزاي الناس ديال الانيم تحياتي كي كدير مع الحفاري الحفاري ديال ما زعما ما كتحسش بهم حيت مقارنه مع التروتينيت فيهم رويض صغار هذه راه فيها رويضه ديال 16 بوس دونك الحفاري بيس نمشيو دابا عند الدكتور كي اي اي ال اي سلم عليا في الفيديو سلام تحياتي لك اخويا شحال لوطونومي ديالها هادي تقريبا 63 كيلومتر اللي كنقول على لوطونومي اللي ضربت بها حيت في السيت كيديروا لوطونومي ديالها ما بين 70 حتى 90 كيلومتر ولكن لوطونومي اللي ضربت بها انايا بحكم البوا ديالي الطريق اللي كندوز منها والبرد يعني كاين بزاف ديال العوامل اللي كتحكموا في لوطونومي حيت ضربت واحد المره 53 كيلومتر كانت بقات فيها شي 11% وشي لعيبه والمره الثانيه ضربت بها شي 63 كيلومتر ولكن بقات فيها شي 6% ولا 7% ولكن غالبا ما كنخليهاش ثاني تهبط على 40% 50% دونك غير كتوصل داك 40 50 كنشارجيها هذيك الساعات غير يلا فاش خديتها وكنجربها وكنتيستها باش نعرف لوطونومي ديالها ريال شحال بالضبط كضرب ليا سو اروا قالت شحال نسبه الامان وانت راكب عليها وصل الطريق واش حاجه براتيك مقارنه ما عرفتش ما كيبانش لي الكماله ديال السؤال وزيد اخويا نجيب لك مانطا لو واقيلا نجيب لك مانطا مود داسيا اوبس انا دزت على واحد قادوس هابط وعادي ما حسيتش به زعما ماشي شي حاجه دونك نسبه الامان ماشي امينه ولكن خاص تسوقها وترد البال يعني ديما تاخذ الاحتياطات ديالك وخاصك تعلم ليها بزاف في وسط المدينه يعني واخا تسوق تعلم السوقان ديالها ولكن كاين السوقان ديال المدينه راه السوقان ديالها فاش كتعلم ليها وانت بوحدك في شي بلاصه خاويه راه ماشي بحال فاش غادي تسوقها وسط المدينه هذه راه نقدر نمشي بها للمحمديه واش هذا الخير مازال واش براتيك معلوم براتيك تقريبا راه هي اللي كنستعمل بزاف مقارنه مع الموتور وليت هي اللي كندي بزاف طه كيري واش غادي تولي تخلص ليها اسيرونس الا فرضوها عليها الا كان غادي يديروا ليها لاسيرونس انا مع لاسيرونس علاش حيت بالنسبه لي انا لاسيرونس واحد الحاجه اللي هي ضروريه حيت الا لا قدر الله دخلت في شي واحد ولا شي واحد دخل فيا خاص لاسيرونس هي اللي غادي تدخل اسيرونس مع لاسيرونس يعني بلا ما نتعنكش انايا دونك على الاقل كتكون غادي في الطريق وانت محمي قانونيا واش كتجلس ولا كتبقى واقف بصفه عامه تقدر تبقى واقف بحال هكا وتقدر تجلس هذه راه ما فيهاش كرسي ولكن شفت شي وحدين كيديروا فيها كرسي وتجلسوا فوق منها تيتمشاو عادي وكاينين شي واحد اللي كيخرجوا ومعاهم الكرسي ولكن بالنسبه لهذوك اللي تيديروا فيها الكرسي كيديروها بالنسبه للناس اللي كيضربوا واحد التراجي طويل يعني مثلا شي واحد كيضرب بها التريب وكاين اللي كيضرب بها التريب دخلوا اليوتيوب قلبوا راه غادي تلقاو هذا الشيء كامل كيدير لها كرسي باش ما يعياش حيت هذه مع المده كتعيا واحد شويه يعني غادي تعييك خصوصا الا ضربتي بها واحد 30 كيلومتر ولا 40 كيلومتر وانت واقف ضروري ما غادي تعيا خصوصا لي مولي ديالك كتحس بهم واحد فيهم واحد البريسيون واحد شويه الور دابا دوبلو هاد الرموك ونعفطو واحد شويه ونشدو اليمن الا درتي كسيده الله يحفظ تتسمى بحال سايق سايق فيكول ولا بحال واحد على رجليه الصراحه ما عرفتش هذا السؤال هذا يعني هذا السؤال قانوني ما كرهتش شي واحد يعني من الناس ديال القانون الا كانوا هنايا يفيدونا ويعطيونا الجواب الصحيح شحال كتاكل ديال المازوت كتاكل صفر درهم ديال المازوت والو ولا قطره كيفاش كتفراني الا خرج تامك شي واحد على غفله كتدخل فيه بكل بساطه يعني بلا ما تفكر تقول لك اللعبه ديال نفراني ولا لا لا ما كاينش فريناج دخل في نيشان هو ما تزربوش علينا هو الشرف هو السي محمدين هو يلا سيدي نمشيو حنا كاع لمراكش
كدير تسوقا. بدينا انا واحد شويه غادي نبدا نوريكم كيفاش كتسوقا. الماكس سبيد ديالها، الماكس سبيد ديالها انا حابسه في 40 كيلومتر، ولكن تقدر ديبريديها وتفوت 40 كيلومتر. راه داري واحد الروسي ديال الديبريداج ديالها. فدابا مرحبا بك في اسفي من عند اوسا العرج، تحياتي ليك اخويا الله يكبر بيك. طاباب كازاوا يخونو هذيك وانت فوق منها اخويا. لا لا عادي جدا، ما مور زعما شي واحد وقف عليا، ولكن زعما شي واحد يشفرها ما نتنسنا هادي، شي واحد زعما غادي يديها يعني اصلا الا داها ما غاديش يعرف حتى كيفاش يسوقها وما غاديش تتبع ليه. هاد الساعه ما كاين والو. شحال الثمن ديالها؟ واش بالبيرمي؟ بالنسبه لهادي الثمن ديالها جديده 17000 درهم، ماشي بالبيرمي، تقدر تسوقها عادي. دوز عند كانيكي. كانيكي جيب بعدا نتايا، انت التصويره اللي داير مختي ديال كانيكي. كانيكي كاين في طوكيو غول. شتي راه اخوكم اوتاكو. واش كتشارجا ولا كدير ليه الحليب في الرضاعه؟ لا لا كندير ليها هادي لويزو مع اتاي شويه ديال الفليو. واش هاد الخبزه كتكال؟ معلوم كتكال، هي خاصها طيب. هادي مازال ما طابتش. واش باش تسوقها خاص لي كيليبر مزيان ولا اي واحد يسوقها؟ لا ضروري من لي كيليبر، ضروري تعلم ليها. شويه صعيبه، ولكن تقريبا نقول واحد السيمانه كاع ديال البراتيك، ديال تقريبا نقولوا جوج السوايع ولا ثلاث السوايع في السيمانه وانت كتسوقها، صافي غتشد ليها عبارها وغتسوقها عادي جدا. شحال الباتريات ديالها؟ تقريبا الباتريات ديالها هذه اللي عند الثمن ديالو جديد كيدير 900 دولار، ولكن ها واحد تسلا. شتي راه بنادم بدا كيخوش شويه الالكتريك، بدات العقليه كتبدل. الصعوبات اللي واجهتي صراحه باش نتعلم ليها، وخصوصا في الفيراجات، يعني باش دير دوك الفيراجات المزيرين كان جاوني قاصحين شويه. ما غاديش نقول لكم صعيبه، ولكن ومع الولف صافي غادي تتعلم ليها مزيان. كتمشي بالتيتانيوم؟ لا هذه كتمشي باليورانيوم ماشي التيتانيوم. فين ديليز اوبزرفيشن؟ اليوم يوميه دراج كازا، داك الشيء خصو الوقت. ساتوريت صراحه الافكار، بح الافكار ساتوريت ديال بصح. قال لك تروتينيت الكتريك غيوليو يطبق عليها القانون، كي غيديروا ليها وهي ما فيها لا بيرمي لا بلاكا. ما عرفتش بالنسبه للقانون ديالها، مازال ما كاينش شي حاجه اللي في الجريده الرسميه، دونك نتمنى المهم كرهناش يديروا ليها قانون، يعني يقنوها، ولكن يقنوها يعني ماشي يديروا شي قوانين اللي هي خارقه، شي حاجه اللي مستحيل انك ديرها، ولا يقول لك مثلا تخلص عليها الضريبه ولا شي حاجه بحال هكا. يعني غير يقنوها على الاقل باش تنتهي فاش تكون غادي في الطريق كتكون محمي قانونيا. يعني دير لينا جيف اوي بها، ما كرهتش ندير ليها جيف اوي، ولكن ما كرهتش شي شركه ديال اللي كتبيع بحال هذا الشيء تعطينا شي جوج ولا ثلاثه ندير لهم جيف اوي. تحياتي لك اخويا لوستونوار. بيكالتي تحيه لك السي خالد. شنو قال؟ واش كتلبس الكاسك ملي تسوق هاد الكاز الالكتروني؟ معلوم كنلبس الكاسك، راه هو اللي لابسو دابا، والجاكيت والبروتيج والليغات، يعني ضروري خاصك تكون محمي. الثقه ديال هادي او الطيحه ديالها راه ماشي سهله. هالو ردوا الحمر، حنا الناس اللي كيحترموا القانون. شحال فيها من رويضة؟ فيها رويضة وحدة، كاينين اللي فيهم جوج رويض، وهذوك اللي فيهم جوج رويض راه قدام، يعني دوك اللي فيرسون الاولين. واش فيها امورتيسور؟ واش كتشد ثقة شوية ولا غير رجلين؟ هادي ما فيهاش امورتيسور، ولكن كاين اللي فيهم لي زامورتيسور. انا ما عمرني سقت شي وحدة فيها امورتيسور، ولكن اللي نقدر نقول لك انه هادي ما فيهاش امورتيسور، ما كنلقاش فيها زعما شي مشكل، يعني خصوصا الطريق دوك الحفاري خفاف، خصوصا هادي راه فيها رويضة ديال 16 بوز، يعني راه ما كتحسش بداك الفيبراسيون. والتليفون طفى ومالك صاحبي تطفي؟ شحال من مره طحتي بها؟ تقريبا شي 6 مرات ولا 7 المرات، ولكن تقريبا نقول لك الطيحه ديال بصح جوج طيحات، واحد الطيحه راه ديجا مصوره في الفيديو، واحد الطيحه راه ما مصوراش. ضروري ما طيح، راه ما يمكنش انك تشري هذه وما طيحش، ضروري تجيب الربحه. منين نقدر نشري بحالها؟ خاص تشوفي شي واحد ساكن على برا في الاسباني ولا فرنسا، دوله قريبه المغرب، هذا عنده الفيسبا، غندير ليه السلام عليكم، صيفط عليك من تما. حيت هنايا ما غاديش تلقاي بحال هادو، اولا تقدر تلقايهم ولكن قلال، حيت هادي ما كايناش بزاف. داكشي علاش كي كدير توقف وتنزل. نوريك دابا نيت. الوغ دابا انا غادي نوقف. انا وقفت، واش غيشعل الخضر؟ انا غنوريك دابا كيفاش غادي نديماري. ها هو شعل الخضر، كندير هكا اوب اوب، صافي بق الساق
وتندور على اليمين، يعني باش الدور كدور غير هاد الجسم ديالك هو اللي كيدور صافي وتدور. يعني هادشي مع البراتيك كتعلم ليها شنو كيخصك باش تسوقها قانوني. ما عنديش شي معلومات على القانون، ما كرهتش شي واحد، راجل القانون هو اللي يفسر لنا ويعطيني معلومات اكثر. حيت انا فهادشي ديال القانون ما نقدرش نجاوب فيه، ما تنعرفش دونك حاجه ما تنعرفهاش تنقول انا ما تنعرفش. وفين غير كبوا ليها بلاكه هي كيشجعوا على الطاقه النظيفه وعلاش يديروا ليها اسيرونس وراق اسم ديالها. الاسيرونس كنت هضرت عليه، الاسيرونس انا مع الاسيرونس يديروا الاسيرونس، ولكن البلاكه ولا شي تخربيقه اخرى الضريبه داكشي راه ما معاش. حيت حنايا شرينا هادي باش نقتصدوا يعني الاقتصاد، وحتى ديك البلان ديال البيئه مات البيئه داكشي راه غير كذوب، من غير الا كانوا كيستخدموا الفرافير او الطاقه الشمسيه، ولكن الاغلبيه ديال الضوء اللي كنستهلكوا راه حتى هو كيحتاج الطاقه. دونك راه كاين تلوث يوزفول بعدا ولا غير سكام؟ لا يوزفول، راه هي اللي وليت كنستخدم دابا بزاف. دونك فيري يوزفول. سلمى ميكاسا شنو كتفضل هي ولا الموتور؟ يعني ما نقدرش نقول لك كنفضل هادي على الموتور ولا كنفضل الموتور على هادي، حيت كل حاجه والاستخدام ديالها. هادي مثلا وصل المدينه كنستعملها بزاف، مثلا باغي نتقضى في شي سوبر مارشي كنهزها كنديها معايا، غنمشي لشي بلاصه بعيده نحتاج الترام كندخل الترام. دونك واحد الوسيله ديال التنقل اللي مفيده بزاف خصوصا وصل المدينه. وتقدر كاع تسافر مثلا، تقدر تمشي للكار وتحطها معاك رحداك في الكرسي. اوبا ايه شي هنايا، هنايا ميل تصيدت فيه كنت غادي نطيح. واش فيها مارشارير؟ اييه فيها مارشارير، تقدر ترجع بها اللور عادي. غير انا مازال ما تعلمتش هاد التكنيك هادي، ولكن كاينين الناس اللي ترجعوا بها مارشارير عادي. واش كتبيدري مني كيفاش؟ واش كتبيدري مني كتركب فيها؟ واش كتبيدري مني كتركب فيها؟ واش كتبيدري؟ ما فهمتش بحدا في. واش كتفيدري؟ واش كتفيدري؟ بغيتي تقول واش كتفيبري؟ واش كتفيبري ملي كتركب فيها؟ لا عادي جدا، يعني ما فيها حتى شي فيبراسيون. بيس ناضيه في الركبه، من غير الا ضربتيها شي 30 كيلومتر ولا 40 كيلومتر كونتينيو، هنا غادي تحس واحد الشويه ديال العيا. هو صعب من الموتور، صعيبه من الموتور حيت السوكان ديالها راه ماشي ساهل، ضروري خاصك تشد الكاليبراج. واش خبزه فورس ولا زرع؟ راودر اجيب بعدا. انت عندك ان سي، هوندا ان سي، هادي واحد عنده بحال الموتور ديالي، هادي الان سي 750 الاس، انا عندي الاكس. تحياتي لك اخويا. واش خبزه؟ خنزنا الكاميو هذا. اوف مخنز هذا، تقاد لك الزيت ديال السينيال. كاين شي وحدين دابا غادي كومونتي وغادي يقول لي وانت اصلا كاع ما عندك لا سينيال لا استحمص. دابا نقدر ندوبلو ندير ليه اوب، ولكن ما بغيتش. دونك واش خبزه فورس ولا زرع؟ الصراحه ما عرفتش. او كراب بغيت ندوز على الماء. واخا هادي راه كنمشي بها في الشتا عادي، كنلبس لي واحد البغاش كنمشي بها في الشتا ما كاينش مشكل. ارمو بغيت نفزك الرويضه. تحياتي لك خويا. واش صالحة العقابي؟ صالحة العقابي، كطلع في العقابي عادي جدا، راه فيها الموتور ديال 2000 واط القوة اللي كتعطيك تبارك الله. الله حتى في العقابي ديال سان فرانسيسكو. كندوز السؤال الآخر من عند عبدو. دابا الطريق عامرة صعيب تركز، هو داك النهار دزتي من حدايا شيرت ليك وصمكتيها عليا، وصمكتيها عليا، كيفاش صمكتيها عليا؟ وقيلا فهمت انه سمح داك وشيرتي ليا وما شيرتش ليك، غير سمح ليا بزاف حيت فاش نكون مثلا بحال طغادي والطريق قدامي عامره، فاش يكون مثلا بحال مثلا قدامي الطوموبيله هادي وانت شيرتي لي راه ما نقدرش نشير ليك وما نقدرش نشوف فيك، حيت كاين احتمال ان الطوموبيله اللي قدامي تقدر تفراني. دونك انا ديك اللحظه فاش غنشوف فيك وغنشير ليك غنلقاه هو فرانا، دونك نصدق انا داخل فيه. دونك هنايا في هذه اللحظه هادي هادشي اللي شفتك، ولكن كاين احتمال عاوتاني انني ما نشوفكش كاع، يعني واخا تشير ليا ما غاديش يعني انا مركز في الطريق، غير سمح لي بزاف. دونك راه ماشي درتها بالعاني، بغيت نشوفها في الديمارش ديالها وكيفاش كتقلع. وميرسي بوكو خويا راك طوب. غادي نوقف شي بلاصه هنايا ونوريك كيفاش كديمارا وكيفاش نقلع بها. ونديرو هكا كيف كتشوف دابا. المهم بلا ما نطلع هادي، انا دابا غنطفيها. دابا كيف كتشوف راه شاده راسها، ولكن هنا راه ما كاينش لي كيليبر. دونك غادي نطفيها، هي طفيتها دابا راه ما شداش راسها. دونك دابا غادي نجي نشعلها وغنحط رجلي هنا ونشوف ما جا حتى شي واحد. بسم الله بقصق، وهذا هو الديمارات ديالها والتقليعه ديالها. داكشي
ايزي بيزي. واش كتبدل ليها بنو؟ كتبدل ليها بنو. هذه فيها لي بنو ديال الشومبرير يعني ماشي تيوبليس. سالينا الاسئله دونك كنتمنى انني جاوبت على الاسئله كاملين. دونك هادشي اللي كاين. Peace.